النادي المصري بيعمل حاجه غريبه جدا وجديده وحلوه جدا جدا جدا. طبعا على المستوى الفني ما شاء الله، يعني الله اكبر، نمسك الخشب، كابتن حسام حسن هو عامل شغل عالمي يعني بصراحه، اللي هو عامله في الفريق ما كنتش متوقع ليه، ولا حد كان يتوقع باللعيبه اللي جابها، بالاسامي الجديده والغريبه على كره القدم. مفيش نجم كبير يعني، محافظ بالعافيه على بعض اللعيبه المهمه، ولكن بيكسب وبيجي من دايما من بعيد، يكون خسران من بتوجيت ويجي يكسب، يكون خسران حرس اتنين ويكسب. ولو تشوفوا الاجوان اللي جت حاجه في منتهى الروعه. مصر فيه حاجات غريبه جدا، لكن دي بقى اللقطه دي طبعا يعني هشيل طبعا بحسام من هنا للسنه الجايه، الناس عارفه انا بحب حسام ازاي او كابتن حسام طبعا، لكن ده بقى ده انتوا عارفين ده ايه؟ ده الناس دي كلها بتتفرج على ماتشات للمصري، وده اول ما بيخش جول للمصري بصوا الناس عامله ازاي. ده مش مدرج ولا ماتش لايف، ده واخدينه بيتفرجوا على التلفزيون زينا كده بنتفرج على التلفزيون، بس بيجمعوا بعض. بصوا جمهور بورسعيد عامل ازاي، بصوا جمهور بورسعيد بيحب الكوره ازاي، بصوا جمهور بورسعيد بيحب فرقته ازاي. ده جوه ما اعرفش فين، في اي مركز شباب بيتفرجوا عليه، او ملعب تقريبا هوكي تقريبا، او ملعب مش عارف فين بالظبط، ولكن ده على فكره من موقع رسمي للنادي المصري يعني. حاجه في منتهى الروعه يعني، ده صفحه رسميه للنادي المصري، حاجه في منتهى. بصوا كام الف، بصوا كام واحد قاعد، كل دول بيتفرجوا على المصري. انا عايز بس تفتح لي الصوت وتبين لي لما الجون يجي الناس دي بتعمل ايه. عندنا الصوت يا جماعه؟ بصوا اهو، خلينا نتابع مع بعض. طيب ده يمكن زي ما قلت لكم لايف اهو، ده اول ما دخل الجون ده استاد القاهره، او يعني انت طلعت كاس عالم. بص الناس عامله ازاي، ده كان الجون التالت على فكره بتاع المصري، بتاع النادي المصري، كان هدف رائع على فكره، يمكن واحد من احلى اهداف شفتها في الدوري السنه دي. في شويه اهداف غريبه بتيجي، ولد اسمه العجمي ما اعرفش جه منين، طارق العجمي ده لعيب صغير واضح، لكن اول ما نزل جاب جون من احلى الاهداف الموجوده في الدوري السنه دي. كل يوم على فكره بقول من احلى الاهداف اللي جت، لكن هدف رائع. بص انا عاجبني الجمهور بشكل رائع رائع رائع، حاجه تحياتي وبجد للناس دي اللي بتحب الكوره بشكل غير طبيعي. سيبكم من الشماريخ، ادي الجون، عايز تشوفوا الجون تاني. انا ما اعرفش يا جماعه، طارق العجمي هيكون معايا على فكره ضيف مهم جدا جدا، كابتننا الكبير كابتن عماد النحاس، نتكلم معاه طبعا عن الدوري المصري واسوان والنتائج الجميله اللي بيعملها كابتن عماد، ولكن طارق العجمي بيجيب هدف ولا اروع ولا احلى ولا اصعب، وقرار من هناك خبر ايه يا عم الشوطه دي ما شاء الله، يعني حاجه القرار انه ياخد من هنا ويشوط الراجل ده، بدايه واضح ان واحد عنده رجل تقيله جدا جدا جدا، عنده جرأه كبيره جدا جدا جدا. واحد هيفكرنا بقى باهداف كابتن محمد صبري كابتننا الكبير، الاهداف المهمه جدا جدا يعني.